المواطن راه مدلول.
سوى غدا،
غزالة قسم الصحيف كلالة غزالة غزالة فضحوا الشفارة على مستوى المكتب الصحي ببلدية العرائش مع ما يعانيه المواطن العرائشي والساكنة العرائشية مع هذا المرفق اللي هو بالدرجة الأولى خصو يكون مرفق ذات صبغة اجتماعية إنسانية، إلا أنه المواطن العرائشي كيلقى مشاكل عديدة داخل هذا المرفق هذا في غياب البولانسيات، المشاكل اللي كاينة على مستوى المقبرة وعلى واحد عدد
مجموعه ديال الناس اللي كنحملوا كامل المسؤوليه السيد المفوض له داخل هذا القسم هذا ورئيس المكتب الصحي اللي صراحه كيدوز الدكاك على هاد الوقفه هذه كتجي في اطار المجموعه ديال الممارسات والمعاناه ديال الساكنه ديال مدينه العرائش مع المفرق ديال المكتب الصحي ديال بلديه العرائش. فطبعا من بعد واحد العدد ديال شكايات الاخوان وما نعانيه مع هذا القسم هذا فاضطرينا اننا نديروا هاد الوقفه هذه للتنديد والتعبير عن عدم رضانا على ما يسول ويجول داخل هذا القسم الصحي هذا. فاتفقنا مع الاخوان كاملين باش نديروا هاد الوقفه لتنبيه السلطات الاختلالات اللي كاينه على مستوى هذا القسم هذا. فكنظن على انه الحمد لله دارت وقفه بشكل حضاري عبرنا فيه على الشجب ديالنا والاستنكار ديالنا. فطبعا الى تم الاستجابه للمطالب ديالنا فتبارك الله ما تمش ملف الطلبي راه امور واضحه. الاقاله اولا ديال رئيس المرفق الصحي ومن بعد كاينه مسائل اخرى اللي غادي نناقشوها مع المسؤولين ومع السيد رئيس المجلس البلدي. وشكرا. السلام عليكم، معكم غدو الشمتوف نائب جمعية سوق سبتة. اليوم درنا هاد الوقفة هادي على حساب القسم الصحي اللي فيه واحد عدة ديال سيارات الإسعاف، ملي كنحتاجهم هنايا ما كنلقاوهمش، ما فهمناش علاش. بحكم الإخوان الآخرين اللي متقاربين الإخوان ديال القسم الصحي كيستافدوا ولا ما كنستافدوش، ما فهمناش علاش. واش كاينه شي حاجه ما تحت الطاوله ما كنفهموهاش، ما عرفناش هنا علاش هنا مقصيين من الاسعاف. جميع المواطنين مقصيين من الاسعاف الا المقربين من الرؤساء ومن المسؤولين. وهنا كتجار كنندوا بهذا الظلم هذا اللي كنشوف من مدينه العرايش، وكنندوا بركاتي والاخوان كاملين ارحام ما مسؤولين شي، خليوا المسؤوليه للشباب. حيت جا وقت الشباب دابا 2021 الحمد لله، وسيدنا كيشجع الشباب الله ينصرو طولنا في العمر ديالو. وبهذه المناسبة كنوجه النداء للمغاربة كافة أنهم يتلقحوا، راه كاينة الحمد لله بالمجان، ماشي يقول لك راه التلقيح غيكون غيكون مادية، راه ما كاين لا مادية لا والو. كنوجه النداء للإخوان كاملين أنهم يتلقحوا ويعيطوا في 17 17 باش يكونوا يعرفوا مثلا المنطقه اللي غيكونوا فيها اللي غيتلقحوا فيها. وتحيه للاخوان وتحيه للسلطه المحليه وكنشكركم. والسلام عليكم وكنشكروا لارا سبور ولارا اونفو وشوف تي في والمسؤولين الصحافه كامله كنشكرهم على هذا التواصل هذا الصحفي. هذه الوقفه هذه جات على بناء على واحد الضغط اللي كيتعرض له المواطن العرائشي من هذا القسم المذكور القسم الصحي اللي كيبتز المواطنين، لا من ناحيه ديال الاسعاف اللي ما كتواجدش فيما كيحتاجها المواطن، ما كاينش براسي كتواجد ملي كتكون 800 درهم ولا 1000 درهم، هذا واحد علامة استفهام. وبالنسبة للمقبرة ديال لالا منالا كذلك المواطنين بصفة عامة ولا الساكنة كتعرضوا كذلك واحد الابتزاز ديال القبر، دابا ولا كيتباع بواحد الثمن اللي خيالي، في حين أن بحال كنقولوا ما هو إنساني المتوفي ملي كيتوفى ما كيبقاش يفكر لا في المادة ولا كيستغلوهم هذيك الظرفية باش انهم يبتزوا المواطنين. وحنا المطلب ديالنا الرئيسي هو اننا السير الرئيس عبد الاله حسيسن كرئيس مباشر للمجلس البلدي انه يتم الاعفاء ديال هذا المسؤول القسم الصحي ويتم التعويض ديالو بواحد الشخص اللي يكون في المستوى ويكون ذو كفاءه ويخدم الصالح العام.